كده سريعا قبل ما نختم مع حضراتكم، نستعرض اجاباتنا حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده، مين اللاعب اللي بتتوقع يكون خليفه ميسي ورونالدو الفتره اللي جايه؟ نشوف كده على تويتر الناس قالت ايه. اول اجابه من محمد جابر، صباح الفل عليك، بيتوقع ان هالاند وامبابي، ولكن هالاند الابرز. علي خليفه، صباحكم ورد، رونالدو ممكن، هالاند، لكن ميسي اسطوره، صعب انها تتكرر. احمد حجازي، صباح الفل، اتوقع امبابي وهالاند. طيب خالد خيري، صباح الفل عليكم، اعتقد ان ممكن يكون هالاند في احراز الاهداف، ولكن خليفه ميسي الان لا يوجد، هو موهبه لا تتكرر. طيب يعني دي كانت بعض من اجابات الناس على السوشيال ميديا على مين خليفه رونالدو، مين ممكن يكون خليفه ميسي. بشوف هالاند ومبابي اثنين من افضل اللاعبي العالم اللي موجودين دلوقتي.